مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من مساء الخير يا رمضان. أكيد الأحداث اللي بتحصل في غزة من عدوان إسرائيلي سافر على أهالينا ومواطنينا في غزة بيدمي قلب كل مواطن مصري وكل مواطن عربي. بس احنا مش عايزين تاخدنا الجلالة ونقعد نستفز القيادة السياسية الجديدة في البلاد وندفعها لاتخاذ قرارات عنترية. عشان كده أنا بتحفظ على بعض الأصوات اللي طلع هنا وهناك في بعض وسائل الإعلام المصرية وتقول له ورينا يا سيسي هتعمل إيه. الأمور لا تدار بهذا القدر من الخفة. هو أيضا تحدي كبير لرئيس الجمهورية الجديد عبد الفتاح السيسي، إن أنت عندك عدوان إسرائيلي سافر وأنت قاعد على كرسي الحكم ما فاتش عليك 4 أسابيع، وإسرائيل برضو جزء من هذه العملية بتختبر رد فعل القيادة المصرية الجديدة. هتعمل ايه؟ طبعا مش متوقع ان انت هتشن حرب. عايز اقول لحضراتكم ان احنا عندنا مشكلة في اللي بيحصل من عدوان اسرائيلي سافر على اهالينا في غزة. احنا عارفين ان اللي بيدير قطاع غزة الان حركة مناوئة للسلطة الفلسطينية وهي حركة حماس، واحنا عارفين حماس عملت معانا ايه في السنتين اللي فاتوا، وبالتالي عايزين نفصل ما بين حاجتين، ما بين قيادة حماس لغزة واللي احنا عانينا من أدائها ومن تصرفاتها ومن عملياتها على الأراضي المصرية في ال3 سنين اللي فاتوا منذ 25 يناير، وبين تعاطفنا مع كل مواطن فلسطيني موجودين في غزة. عشان كده مطلوب ان احنا نقول للحكومة المصرية ولرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ان احنا عايزين نفتح المعابر مع غزة، ان احنا نعالج كل الجرحى اللي يجولنا من غزة، وده بدأ يحصل النهاردة، واعرف ان في تواصل ما بين الرئاسة المصرية والرئاسة الفلسطينية لتخفيف حدة العدوان على غزة. يبقى احنا بنتعاطف وبنرفض كل رد فعل بتقوم به اسرائيل او عدوان على اهالينا في غزة، بل بالعكس ممكن نقدم كل الدعم وبنناشد الحكومة المصرية في ده، ونطالب أيضا بتحرك سريع من الدولة المصرية. ممكن الدولة المصرية وعندها علاقات طيبة مع الآن مع مختلف دول الخليج الفاعلة، ممكن يتم عقد مؤتمر عربي سريع أو قمة عربية مصغرة لبحث ما يجري في غزة. بس أنا مش عايز بقى لغة الخطاب العنتري واستفزاز رئيس الجمهورية الجديد هتورينا هتعمل ايه، والكلام اللي انت قلته ده مسافة السكة بيننا وبين دول الخليج، وهو الخليج نطلع جنودنا وغزة لا. ايه الكلام الخفيف ده؟ ايه الكلام اللي اساسا ملوش لازمة ده؟ وهل ادارة البلاد بتتم بهذه الدرجة من الخفة؟ ان يخرج اعلامي من اي محطة فضائية فيستفز رئيس الجمهورية، فرئيس الجمهورية يروح مجيش الجيوش؟ الامور لا تدار بهذا الشكل. فقط انا عايز الحكومة المصرية تبذل اقصى جهدها للتعاون مع نتائج الغارات الاسرائيلية الهمجية على اهالينا في غزة، فتح المعابر، توفير المؤن والغذاء لكل اهالينا في غزة اللي بيحتاجوه، محاولة ايضا علاج كل الجرحى من هذه الاحداث الدامية او الارهابية اللي بتقوم بها دولة اسرائيل الارهابية. اين بناشد رئيس الجمهورية انه يستطيع ان يشكل لوبي عربي ضاغط او قمة عربية مصغرة لازاي نمنع هذا العدوان، وده بيتم عن طرق دبلوماسية هادئة وليس بشكل عنتري. استطيع وانا قاعد على كرسي بعد ما افطرت وشربت شاي وشيشت ان انا اطلع اهيج الدنيا واقول له يا سيسي ورينا هتعمل ايه. لا اعتقد ان هذا هو الاسلوب اللي احنا عايزين بيه الدولة المصرية تعالج بيها موقف خارجي فرض عليها. خليني ارحب واجدد التحية بحضراتكم بفرقة الموسيقية اللي مشرفانا اللي بقت عشرة، فات 12 يوم اهو وكل يوم بيفطروا ويتسحروا معانا طبعا،
يعني ايه ما بيحصلش؟ معقولة إدارة الإنتاج؟ أنا كنت النهاردة بشتكي لمحمد هاني بقول له يا هاني إدارة الإنتاج مش مسحرة الفرقة ولا مفطراها، باستثناء طبعا أول يوم كنافة طلع بلاستيك يعني، بس هنحل الموضوع ده النهاردة كعادتنا في برنامج حضراتكم مساء الخير يا رمضان. بنكرم نجوم أسعدونا. مين النجوم اللي أسعدونا في رمضانات فاتت؟ فاكرين كاس العالم سنة 90 إيطاليا عندما نزلت عدالة السماء على استاد باليرمو وحقق المنتخب المصري نتائج جيدة أسعدتنا في تاني صعود ليه في كاس العالم سنة 90 تحت قيادة الكابتن الجوهري بعد 56. احنا اول مباريات مشاركة كانت سنة 1934، فاحنا شاركنا لعبنا 3 ماتشات. الماتش الاول مع هولندا اتعادلنا 1-1 بضرب الجزاء اللي عمال يعايرنا بيها مجدي عبد الغني لحد دلوقتي، زلنا بيها مجدي عبد الغني يعني يخرب بيت كده. وبعدين تاني ماتش كان مع ايرلندا، علمنا بوبي شارلتون مدرب ايرلندا ازاي يلعب كوره، وقفنا كل الفريق قدام شوبير، العشر لعيبه قدام كابتن شوبير حارس المرمى. عايز اقول لكم الكوره استحوذها شوبير حارس المرمى في هذه المباراه 45 دقيقه، لان لعيبه المنتخب المصري كانوا بيرجعوا له الكوره كل شويه. فالنتيجة ان الفيفا خد قرار من يوميها، علمنا على الفيفا ان ممنوع اي لاعب كرة يرجع الكرة لحارس مرمى فيمسكها بايده، لا انه يصدها برجله ويلعبها. كان ده مفروض كابتن شوبير يعلق عليه النهاردة، لانه هو الحارس الوحيد في كاس العالم اللي غير احد قوانين اللعبة. النهاردة هيكون معانا كابتننا الجميل الكابتن اسماعيل يوسف احد نجوم فريق 90 او منتخب 90. معانا ايضا الكابتن ربيع ياسين، واللي اسعدنا غير مشاركته في كاس العالم 90، اسعدنا عندما تولى تدريب منتخب الشباب وصعد بيه لكاس العالم للشباب. وايضا هيكون معانا كابتن منتخب مصر اللي اسعدنا دائما الكابتن احمد حسن، واللي بيتولى الان في اتحاد الكوره منصب مهم. ده الجزء الثالث. اما الجزء الثاني على طول بعد هذه الفقره هيكون كالعاده مع الكابتن احمد شوبير، وهيعلق لنا على نتيجه ماتش امبارح ما بين الارجنتين وهولندا. كل التوقعات كانت رايحه لهولندا، هولندا هتكتسح الارجنتين، لكن فوجئنا الارجنتين هي اللي حسمت بطاقة التأهل للنهائي، وهيبقى اللقاء أوروبي مع أمريكا الجنوبية ممثل ليها فريق الأرجنتين. اللقاء ده النهائي ما بين الألمانيا والأرجنتين هو اللقاء اللي كان لما مصر لعبت كاس العالم سنة 90، كان برضو بين ألمانيا والأرجنتين والأرجنتين فازت أياميها. هنكرم نجومنا اللي أسعدونا بيمثلوا المنتخب فهيشرفونا وهنكرمهم. خليني اروح ايضا الى ان احنا عندنا مسلسل بعد لقاء اليوم الكابتن شوبير، هيكون مسلسل انا وبابا وماما مع الفنان المبدع اشرف عبد الباقي والفنانه الجميله نشوى مصطفى، ونشوف المواقف الكوميديه اللي بتيجي كل يوم في هذا المسلسل. وهنختم كالعاده من الساعه 1 لـ 2 مع برنامج المسابقات اللي بتقدمه سالي عبد السلام صديقتي العزيزه وباسم كميل. وخلينا بقى نروح على من الفائز بجائزه العمره عن حلقه الثلاثاء اول امبارح. الفائز هو الاستاذ محمد حلمي عبد العزيز الصعيدي مد اهليه. معانا على التليفون استاذ محمد. مبروك يا استاذ محمد. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله. كل سنة وانت طيب والف مبروك عليك العمرة. احلى زغروطة في رمضان. الحمد لله. الحمد لله والله. ربنا يكتب لك عمرة مقبولة باذن الله. يا رب يا رب. واشكر قناة تي في سي على كل اللي بتعمله معانا والله. اللهم ربنا يجزيهم خير. وتشكر مساء الخير يا رمضان برضه، هو احد برامج مساء الخير يا رمضان طبعا. والله اول مرة اتفرج عليه من امبارح. طيب اول مرة اتفرج على البرنامج، عمالين ندح بقى لنا 5 شهور. والله العظيم يا استاذ محمد بقول لحضرتك بقالي فتره ما بتفرجش عليه، لسه بس امبارح منتبه له والله اكيد، بس بقالي فتره بتفرج عليه والله من زمان. طب عجبتك حلقه امبارح؟ ممتع
ممتازه جدا والله، كانت مع الاستاذ طارق علام والاستاذ جمال الشاعر. نعم. ومدام دينا رامي ما شاء الله. نعم. العظيم انت رجعتنا لايام زمان رمضان الجميله. الله يخليك يا استاذ محمد. قول لي اول مره هتسافر تؤدي مناسك العمره؟ لا انا كنت شغال في السعوديه. نعم. عملت عمره مره الحمد لله. اه. ودي ثاني مره ان شاء الله. تاخد معاك حد المره دي؟ لا ان شاء الله، يعني مش عارف الوالده والله صحتها يعني اليومين دول تعبانه، فاتمنى انها تطلع معايا يا رب. ربنا يكرمك باداء عمره مقبوله باذن الله تعالى. الله يكرمك. الله يبارك. ولا تنسانا بالدعاء. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. والله بشكرك استاذ محمد. ولجمهور اللي متابعنا، عايز تكسب عمره جاوب على السؤال الاتي. السؤال حلقتنا النهارده بيقول ايه؟ من هو اكثر نبي ذكرا في القرآن الكريم؟ ايه النبي اللي ذكر اسمه كتير في القرآن الكريم؟ هل هو سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا، ام سيدنا ادم، ام سيدنا نوح؟ موسى، ادم، نوح. اختار نبي من هذه الانبياء، سيدنا موسى، سيدنا ادم، سيدنا نوح. من اكثر نبي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ للإجابة ارسل رقم الإجابة مع حرف سين في رسالة على رقم 95172، أو اتصل من أي خط محمول على 2600 2600، أو اتصل من أي خط أرض وقول الإجابة الصح على رقم 0900 95 0. من هو أكثر نبي ذكرا في القرآن؟ أرجو أن حضرتك تختار سيدنا موسى، سيدنا آدم، سيدنا نوح عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعلى نبينا. هتسمعونا إيه النهاردة يا فرقة علشان نجيب لكم السحور؟ أنا بدوس على إدارة الإنتاج، يعني أنتوا ما تعرفوش الحرب اللي أنا بدافع عليها عشانكم، يعني على اللي جرى. طب وإيه اللي جرى؟ ما اللي جرى زي الفل يا رجالة. طبعا الحلوة والمرة مش كنا متعادين؟ يعني سمعونا اللي انتوا عايزين. هنطلع فاصل بعد ما تقدم لنا الفرقة هذه الأغنية الجميلة، ويجي بعديها على طول مباشرة كابتن الجميل كابتن أحمد شوبير، ويحكي لنا ذكرياته بقى. كأس العالم لعب 3 ماتشات دخل فيه جونين بس، كويس، يبقى أحسن من حارس البرازيل اللي دخل فيه في ماتش واحد 7 تجوان. ده كان مركب عداد ده ولا إيه يعني؟ طيب يلا سمعونا. علي جرى بس اما تيجي وانا احكي لك، علي جرى علي جرى من مرسلك، علي جرى بس اما تيجي وانا احكي لك، علي جرى وامسح دموعي منديلك، علي جرى بس اما تيجي وانا احكيلك، علي جرى وامسح دموعي منديلك، علي جرى بس اما تيجي وانا احكيلك، علي جرى
متغربين احنا متغربين تجري السنين واحنا جرح السنين متغربين احنا متغربين تجري السنين السنين واحنا جرح السنين لحد قال عنك خبر يفرحنا ولا حد جاب منك كلمة تريحنا تريحنا لحد قال عنك خبر يفرحنا ولا حد جاب منك كلمة تريحنا بس لما تيجي وانا احكي لك على اللي جرى وامسح دموعي بمنديلك من اللي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك على اللي جرى وامسح دموعي بمنديلك من اللي جرى Thank you.